دكتور بسيم يوسف، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات. مساء الخير يا دكتور. مساء النور عليك وعلى كل مشاهدينا يا باشا. أهلا بحضرتك معانا. ويعني إيه أهم هذه الإجراءات المئة اللي بتتضمنها خطة لتحفيز الصناعة المصرية؟ إحنا بنقول أرقام إن الصادرات غير البترولية ارتفعت خلال الربع الأول من 21 بنسبة 15.4%، لكن إحنا حاسين إن لسه في شغل كتير فعلا ممكن يتعمل في الصناعة في مصر. بالضبط كده يا فندم، بالنسبة للصناعة وللتصدير الاثنين مع بعض. أيوه. وفي اهتمام خاص بهذا الكلام، وأنا شخصيا لسه راجع من معرض وتكس في دبي. وكان في برضو تحت مظلة التصدير والدعم اللي جاي من سيادة رئيس الوزراء ومن اتحاد الصناعات. ده أهم شيء النهاردة، لأن برضو مع الصناعة اللي احنا بنقول عليها دايما صناعة 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 عشان نكفي مصر. والتصدير مهم جدا لأسباب كلنا عارفينها، من فتح أسواق، من عملات دخلة، من تشغيل ناس أكتر. بطبعا الصناعة ما فيش فيها هزار في الجودة وفي الالتزام بالمواعيد والصناعات اللي بنشتغل عليها كلها. المرة دي كانت صناعات أكترها كهربائية اللي اشتغلت هناك، ونقدر نقول إن إن شاء الله جايبة نتائج جيدة جدا، بالإضافة إلى أن شهادة دولة رئيس الوزراء مدي حوافز تصديرية. يعني كل بند بنصدره بيدي عليه حوافز تصديرية للمصدر. بمعنى انه بيسهل عليه وبيدفع رسوم اقل واجراءات ابسط، بحيث انه لا، وبيديك دعم كمان، دعم نقدي. ده حتى يا فندم اللي هو حضرتك بتتحدث عن مصدر القطاع الخاص. ايوه يا فندم، هو الشغل ده معمول، ده والله نجح قطاع عام ونجح قطاع خاص، ما فيش حاجة أحسن من كده مطلوبة. احنا بنتكلم كمصر. طيب. لكن هو عامل دعم في اتحاد الصناعات في التصدير، وبيدي تسهيلات. يعني أنا هقول لسعادتك مثال، أنا كنت مشترك في المعرض بأجر رمزي. أجر رمزي، فده بيخلينا ننقل، حتى المنتجات اتنقلت ببلاش. يا حلو جدا، منتجات تقيلة. طب يا فندم اسمح لي أسأل سعادتك سؤال آخر، عن إيه اللي مطلوب من المصنعين في مصر سواء كانوا في القطاع العام أو في القطاع الخاص لمساعدة الدولة في تحفيز هذا القطاع؟ مطلوب أول حاجة المستوى التصنيع العالمي، لأن بره خلاص الدنيا مفتوحة طبعا على بعضها، وما نقدرش نقول أصلا ما كانش يعرف، لا يعرف. تمام. فلازم الجودة نمرة واحد. أيوة. والمواصفة نمرة واحد. أيوة. تبقى هي السوق، المنافسة بتاعتنا. عندنا إيه بينافس مقارنة بالخارج؟ طبعا في بعض ناس هتتساءل إزاي أنا عندي الكهرباء بتاعتي تكلفتها أقل. أيوة. العمالة تكلفتها أقل، مع كل الشكاوى اللي الناس بتقول الكهرباء زيادة، لا، بالنسبة للسعر العالمي الناس اللي أنا هنافسها أنا بدفع كهرباء أقل. بالنسبة للنقل بدفع أقل، بالنسبة للعامل الداخلي بيدفع أقل. فعندي الحاجات دي كلها بتساعدني، بالإضافة إلى أنا مش لازم أكسب المكسب الكبير، لأن هعتبر أن الحافز اللي قرره دولة رئيس الوزراء جزء هو ربحية بتاعتي. جزء من المكسب. بقى شطرتي أشتغل على دراي كوست بالمواصفات والجودة، انتهى البيان، هتنافس بمنتهى السهولة. طيب يعني هل احنا محتاجين لأفكار إبداعية في التصنيع؟ يعني مثلا النهاردة اكتشفت وجود شركة غير مصرية بتقول ان المنتجات رأسا من مزارعنا، بتزرع هنا وبتدي خضار وفاكهة توصلهم لغاية البيت، وتقولك لو لقيت ثمرة واحدة مش كويسة أو بايظة تاخد قدامها كيلو ببلاش. طبعا تحفيز يعني للبيع، لكن أقصد أقول إن هل دي فكرة جديدة يمكن ما كناش كتير بنفكر فيها في مصر؟ هل إحنا محتاجين لأفكار من هذه النوعية؟ ممكن، ممكن دي مش ضد أي فكرة جديدة تيجي، لكن دي بالنسبة للفود اند بيفرج، صناعة
المواد الغذائيه حاجه التغذيه والمشروبات، لكن انا بتكلم على صناعات هندسيه استثماريه صناعيه. تمام، لان دي اللي النهارده لازم تنافس فيها دي القاطرة كل المجالات. بشكرك يا فندم جدا دكتور بسيم يوسف عضو مجلس اداره اتحاد الصناعات، جزيل الشكر لسعادتك.